بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت القادر أن تجعل الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. وقفنا عند مسألة الألفاظ، كنا أخذنا في اللقاء السابق مبحث الحقيقة والمجاز، ووقفنا عنده، أليس كذلك؟ نعم، فضل عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويشتركان في الألفاظ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين. ويشتركان في الألفاظ، فالواو لمطلق الجمع لا للترتيب ولا للمعية، والفاء للترتيب والتعقيب، ومن لابتداء الغاية، وإلى لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها، وعلى للاستعلاء، وفي للظرف، واللام للملك والاستحقاق، وحتى لانتهاء الغاية. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشتركان، ضمير التثنية يعود في الكتاب والسنة. قال: في الألفاظ، ويقصد بالألفاظ الأدوات، أدوات المعاني، ما يسمى في علم النحو وفي علم أصول الفقه بحروف المعاني، حروف المعاني، فهي موجودة في نصوص الكتاب والسنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعضا من هذه الحروف، فقال: فالواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا لمعية. الواو لمطلق الجمع، والمراد بالجمع أي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذكور. قال: ثم وصف هذا الجمع بأنه مطلق. إذن الجمع معناه التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذكور، ووصفه بأنه مطلق، ثم فسره بقوله: لا لترتيب ولا لمعية. فإذا قلت: دخل الدار زيد وعمرو، دخل الدار زيد وعمرو، فمن الداخل أولا؟ لا نعلم، لا نعلم من الذي دخل أولا ومن الذي دخل ثانيا. من أين؟ من أين قلنا لا نعلم؟ لأننا عطفنا بالواو، دخل زيد وعمرو، فما الذي أفادته الفاء الواو؟ ما الذي أفادته الواو في هذا النص؟ الجمع أي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم المذكور، وهو الدخول الدار. فلا تفيد الواو الترتيب، لا تدل على أن الأول وهو المعطوف عليه أنه هو الداخل أولا، ولا أن الثاني هو الثاني. نعم. قال: ولا لمعية، فالواو لا تدل على القران، بمعنى دخل زيد وعمر لا تدل على أن زيدا هو الداخل أولا وأن عمرا هو الداخل ثانيا، ولا أنهما دخلا مقترنين كل واحد يده بيد صاحبه ودخلا معا، لا، لا تدل على قبلية ولا بعدية ولا قران.
فمن هنا صح تعريف الأصوليين وغيرهم للخبر الذي هو قسيم الإنشاء بقولهم ما احتمل الصدق والكذب لذاته، فعطفوا بالواو، فلا يقول قائل كيف يقال ما احتمل الصدق والكذب، ونحن نعرف أن الجملة الواحدة إما أن تحتمل الصدق أو الكذب، فقولوا ما احتمل الصدق أو الكذب. لماذا تقرئ بالواو، تأتون بالواو؟ فنقول الواو لا تدل على قران. لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلو أن شخصا قال هذا إناء من ذهب فقط فآكل فيه أو أشرب، لأن الحديث قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، وهذا ليس إناء من ذهب وفضة، إنما هو إناء من ذهب فقط، فهل هذا سائغ؟ هل يجوز له هذا؟ يجوز؟ لا يجوز. طيب لماذا؟ هو قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، وهذا ليس إناء ذهب وفضة، هذا إناء ذهب أو إناء فضة فقط. كيف نجيب؟ نعم أحسنت. فنقول الواو لا تدل على القران، لا تدل على القران أي المعية، وكأنه قال لا تشربوا في آنية الذهب ولا تشربوا في آنية الفضة، وليس المراد مقترنين، أتشربوا في آنية ذهب وفضة مقترنين معا، واضح؟ قال والفاء للترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه. ألحقتم الجملة الناقصة؟ طيب، والفاء للترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه، في كل شيء بحسبه. الفاء أيضا من حروف المعاني، قال وهي تفيد الترتيب، فإذا قلت دخل الدار زيد فعمر، من الداخل أولا؟ زيد، أحسنت. ومن الداخل ثانيا؟ عمر. من أين عرفنا القبلية والبعدية؟ من حرف الفاء، فالفاء مرتبة تدل على أن المعطوف عليه هو الذي وقع له الفعل أولا، وأن المعطوف هو الذي وقع منه الفعل ثانيا. فلو دخل عمر ثم زيد فقلت دخل زيد فعمر لكان كلاما كاذبا ليس صوابا. قال والتعقيب، والتعقيب ومعنى التعقيب وقوع الفعل من الثاني وهو المعطوف بعد المعطوف عليه وهو الأول من غير مهلة، من غير مهلة. فدخل زيد فعمر معناها أن عمرا دخل بعد زيد مباشرة من غير مهلة، من غير فسحة في الزمن. ولو قال الرجل لامرأته إن دخلت دار زيد فدار عمر فأنت طالب، فدخلت دار زيد وبعد سنة دخلت دار عمرو، تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق. لماذا؟ الفاء مرتبة وهي دخلت على الترتيب، فنقول والفاء أيضا معقبة، أي يقع الثاني بعد الأول من غير مهلة، وهي وقعت دخلت الدار الثانية بعد مهلة فلا تطلق. قال في كل شيء بحسبه، لأن الأحوال تختلف، يعني وقوع المعطوف، وقوع الفعل من المعطوف بعد المعطوف عليه يختلف بحسب الأحوال. فلو قلت دخل الدار زيد وعمر فعمر فهذا لا يكون إلا إذا دخل بعده مباشرة، لكن إذا قلت تزوج زيد فولد له، تزوج زيد فولد له،
أتيت بالفاء، فهل الفاء تفيد التعقيب؟ فنقول نعم. كيف تفيد التعقيب وهي ولدت بعد 9 أشهر؟ فنقول التعقيب في كل شيء بحسبه، ولا يعقل أنه يتزوج ثم يولد له بعد يوم أو يومين، لا بد من مدة الحمل. لكن كما قلنا يعني نقول بحسبه، كيف؟ بمعنى ألا يكون بين الزواج والولادة إلا فترة الحمل، فلو تزوج ثم ولد له بعد سنوات ما نقول تزوج زيد فولد له ونحن نريد التعقيب، لكن قد نريد التسبيب مثلا، أما التعقيب حينئذ لا يصح. واضح؟ قال ومن لابتداء الغاية، من معاني من، أولا أكمل العبارة، قال ومن لابتداء الغاية والتبعيض والتبيين. واضح؟ ومن لابتداء الغاية والتبعيض والتبيين، ذكر بعضا من معاني من، فأولها ابتداء الغاية. إذا قلت خرجت من مكة إلى المدينة، فمن أين ابتدأ؟ من أين خروج ابتدأ؟ من أين؟ فتقول من مكة، لأنه أتى بمن، ومن لابتداء الغاية. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، فمن أيضا لابتداء الغاية. قال والتبعير، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهل يجب أن يخرج كل ماله أو بعضه؟ بعضه. لماذا؟ لأن من للتبعير. ولو قال الرجل لخادمه أو غلامه تصدق من مالي، فأخذ مال سيده كله وتصدق به، يكون ممتثلا أو يكون مخالفا؟ يكون مخالفا، لأنه قال من مالي، ومن تفيد التبعير. والتبيين، واجتنبوا الرجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. من هنا ليست تبعيضية، لأن الأوثان كلها ليس، لكن بيانية. واضح؟ قال وإلى الانتهاء الغاية، من معاني إلى انتهاء الغاية. الغاية المكانية أو الغاية الزمانية؟ الغاية المكانية كما قلنا خرجت من مكة إلى المدينة، هذه غاية مكانية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فإلى الانتهاء الغاية المكانية. أو الغاية الزمانية، ثم أتم الصيام إلى الليل، انتهاء الغاية هنا غاية زمانية. قال وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها، ما قبل حرف الغاية يكون داخلا في الحكم، وما بعدها لا يكون داخلا بناء على مفهوم المخالفة. ولهذا كانت الغاية من مفاهيم المخالفة. فلو قال زيد عند الحاكم أي عند القاضي لعمر من هذا الجبل إلى هذا الجبل، يقول أرضه من هذا الجبل إلى هذا الجبل، فأين الذي يدخل في ملك عمر؟ الجبل الأول، وأما الثاني فلا يدخل، لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها. قال وعلى للاستعلاء، على من معانيها الاستعلاء، إما حقيقة مثل زيد على فرسه فهو يعلو حقيقة،
وعمر على السطح أي فوقه يعلوه، أو هذا الحقيب، والمجازي مثل زيد وال على الكوفة، هذا استعلاء لكنه معنوي فهو مجازي. قال وفي للظرف، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ففي تكون للظرف، وتدخل على الظرف المكاني أو الظرف الزماني. إذا قلت صليت في المسجد هذا ظرف إيش؟ مكاني. طيب صمت في رمضان زماني. قال واللام للملك والاستحقاق، وكان ينبغي أن يضيف معنى ثالثا بسبب تقارب الثلاثة، وهو من يعرف أحسن الاختصاص، يعني اللام للملك والاستحقاق والاختصاص. والفرق بين الثلاثة أن الملك تقع إلى بين ذاتين وتدخل على من يتصور منه الملك، من يمكن منه الملك للأشياء، هذا المعنى الأول الملك. إذن إلى تقع بين ذاتين وتدخل على من يتصور منه الملك. فإذا قلت المال لزيد يعني أنه ملك له، وقعت إلى بين ذاتين المال وزيد. وتقول الدار لزيد كذلك. طيب الاختصاص، الاختصاص تقع إلى بين ذاتين أيضا، لكنها تدخل على من لا يتصور منه الملك، ما لا يتصور منه الملك. فإذا قلت اللجام للفرس، اللام هنا لام الاختصاص أي مختص به. الباب للمسجد لام اختصاص، وقعت بين ذاتين ودخلت على من لا يتصور منه الملك. أما الاستحقاق فتكون بين اسم ذات وبين اسم معنى، تقع إلى بين ذات وبين معنى. الحمد لله، اللام هنا لام استحقاق أي كل المحامد مستحقة لله سبحانه. وإذا أيضا لو قلت النصر للمؤمنين يعني النصر مستحق للمؤمنين. قال وحتى وثم للترتيب، هذه سقطت من المتن فألحقوها. بعد قوله واللام للملك والاستحقاق قال وثم للترتيب. من معاني ثم الترتيب، وكان ينبغي أن يضيف بعد الترتيب معنى مشهور، معنى مشهورا لثم، وهو التراخي. ثم تفيد الترتيب وتفيد التراخي. دخل الدار زيد ثم عمرو، من الداخل أولا؟ زيد، والداخل ثانيا هو عمرو، لأن ثم مرتبة، لكنها تفارق الفاء في أن الفاء تفيد التعقيب وثم تفيد التراخي، أي وقوع الفعل من الثاني وهو المعطوف بعد الأول وهو المعطوف عليه بمدة. قال وحتى لانتهاء الغاية، حتى لانتهاء الغاية، من معاني حتى انتهاء الغاية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن حتى تفيد انتهاء الغاية. هذه حتى الغائية، وهناك حتى
التعليلية، والفرق بينهما دقيق لأنه قد تشتبه بعض الأمثلة على الطلاب في التفريق بين حتى الغائية وحتى التعليلية. فنقول التفريق بينهما إذا كان الحكم ينقطع بعد حتى فهي الغائية، إذا كان الحكم ينقطع بعد حتى فهي الغائية، وإذا كان ما بعد حتى علة لما قبلها ويستمر الحكم بعدها فهي التعليلية. من يعيد؟ طيب أعيد أنا. نقول التفريق بين حتى الغائية وحتى التعليلية أن الحكم إذا كان ينقطع بعد حتى فهي الغائية، وإذا كان ما بعدها علة لما قبلها ولا ينقطع الحكم بعدها فهي التعليلية. المثال مثلا قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون إلى قوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، هل حتى هنا غائية أو تعليلية يا شيخ؟ تعليلية أو غائية؟ طبقوا عليها الضابط يا شيخ. تعليلية غائية، لماذا؟ أحسنت، إذن هي غائية لأن الحكم ينقطع بعدها. حتى يعطوا الجزية يعني معناها جاء إلى يهود أو نصارى ثم قبلوا الجزية فأعطوا الجزية، نقاتلهم بعدها ولا ينقطع الحكم؟ ينقطع، فهي إيش؟ غائية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أيضا، لكن لو قلت استقم حتى يرزقك الله، استقم حتى يرزقك الله، حتى غائية ولا تعليلية؟ تعليلية. لماذا؟ لأن الحكم ما ينقطع بعدها، يعني تستقم حتى يرزقك وبعد أن يرزقك تستقيم أيضا، أنت مأمور بالاستقامة أيضا. ويشتركان في التواتر وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، ويختص الكتاب بأحكام وهو ما نقل بين دفتي المصحف تواترا، وهو معجز في لفظه ومعناه ونظمه. وهل في بعض آية إعجاز؟ فيه وجهان، وما لم يتواتر ليس بقرآن، والبسملة آية منه وبعض آية في النمل. أحسن. قال ويشتركان أي الكتاب والسنة في التواتر، فالقرآن كله متواتر والسنة يوجد جملة منها متواترة. قال وهو أي التواتر خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، خبر جماعة يمتنع في العادة أن يتواطؤوا أي يتفقوا على الكذب، وشرط التواتر أن تكون هذه الكثرة التي تمنع التواطؤ على الكذب في كل طبقة من طبقات السند، في كل الطبقات، طبقة الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى الكتب المدونة، هذا هو التواتر. والتواتر نوعان، تواتر لفظي مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه متواتر بلفظه ورواه عدد كبير من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنه، أو التواتر المعنوي وهو الأكثر، أكثر المتواتر هو من قبيل المتواتر المعنوي. فمثلا المسح الخفي جاءنا بطريق التواتر أو الأحد؟ بطريق التواتر، فأخبار مسح الخفين كثيرة جدا، الحوض، الشفاعة، حياة البرزخ، نعيم القبر أو عذابه نحو ذلك، كلها الكوثر وغير ذلك كلها جاءت بأخبار
كثيرة فهي من قبيل المتواتر المعنوي. قال ويختص، أصلحوا الغلط عندكم، مكتوب ويخص، اكتب ويختص. ويختص الكتاب بأحكام، أي هناك أحكام ينفرد بها الكتاب العزيز عن السنة المشرفة، منها أنه ما نقل، بدل وهو اجعل أنه، منها أنه ما نقل. منها أنه ما نقل بين دفتي المصحف تواترا، هذا الحكم الأول الذي يختص به الكتاب العزيز، وهو أن جميعه بين الدفة الأولى إلى الثانية، كل ما بين الدفتين كله متواتر، بخلاف السنة ففيها المتواتر وفيها الأحاد. قال وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه، هكذا العبارة، أصلحتم الخطأ، وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه. نعم لا شك في هذا، هذا القرآن كله معجز في لفظه أي الكلمات المفردة فيه، وفي نظمه ترتيب الجمل في الآية وترتيب الآيات أيضا معجز أيضا، ومعناه، فإن معاني الكتاب العزيز معجزة ولا شك، أعجزت العرب البلغاء أن يأتوا بمثله. قال وفي بعض آية إعجاز، هكذا العبارة، إذن تحذفون هل وتحذفون فيه وجهان ليست من المتن، هاتان الكلمتان ليستا من المتن، فتكون العبارة وفي بعض آية إعجاز. نعم يعني الإعجاز يدخل في الآية ويدخل في بعض الآية. قال وما لم يتواتر ليس بقرآن، ما نقل على أنه قرآن لكن الطريق كان أحاديا فإنه لا يسمى قرآنا، إنما يسمى قراءة شاذة أو قراءة ضعيفة أو قراءة باطلة، عدة أسماء لمسمى واحد. قال والبسملة آية منه، وبعض آية في النمل وليست من الفاتحة، ذكر ثلاثة أشياء في البسملة، والبسملة آية منه وبعض آية في النمل وليست من الفاتحة. إذن البسملة آية من القرآن لأنها نقلت معه، فالمصاحف منذ زمن الصحابة إلى يومنا نجد البسملة موجودة في المصحف، فهي آية من القرآن. وبعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وليست من الفاتحة، فالفاتحة سبع آيات وليس منها البسملة. قال طبعا نحن لا نتعرض للخلاف العادة في هذا الدرس، وإلا في كثير من المسائل التي نقرأها وقع فيها خلاف. قال والقراءات السبع متواترة، القراءات السبع متواترة وهي معروفة لديكم. من يعرف القراء السبعة؟ طيب من يعدهم لنا واحدا واحدا؟ ها نافع أحسنت، اثنين، لا ما قالون نافع قالون ينوي عن نافع. طيب نافع وأيضا ها ابن كثير، عبد الله ابن كثير المكي، نعم لا ما هو ورش عن نافع أيضا، ابن عامر، نعم أحسنت ابن عامر، إذا عندنا ابن كثير وابن عامر ونافع ها وأبو عمرو بن العلاء، أحسنت ما أسمعك، وعاصم أحسن. نعم كيف، وحمزة الزيات والكسائي الإمام الكوفي، نسيته الكسائي، نعم كيف، وحفص كما ذكر زميلك، أحسن
نعم هؤلاء هم السبعة، والصحيح أن القراءات عشرة طبعا المتواترة. قال وما صح من الشاذ اقرأ. نعم وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح به الصلاة وهو حجة، وفي القرآن المحكم والمتشابه وليس فيه ما لا معنى له، ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد ولا بمقتضى اللغة. أحسنت. قال وما صح من الشاذ أي وما صح سنده من القراءة الشاذة التي رويت على أنها من القرآن لكن الإسناد كان أحاديا، فإذا صح ولم يتواتر لا تصح به الصلاة وهو حجة يعني في الأحكام. القراءة الشاذة لا يصح القراءة بها في الصلاة، لكن تكون حجة في الأحكام الشرعية، حجة في الأحكام الشرعية لأنها إما قرآن أو حديث. الأول امتنع بسبب الأحادية فيكون على الأقل خبرا صحيحا فيجب اعتباره ولا يجوز إهماله. نعم. ومثال القراءة الشاذة قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، أين القراءة الشاذة؟ متتابعات، فيعمل بها ويجب أن يكون الصيام متتابعا. نعم يعني في كفارة اليمين. قال وفي القرآن المحكم والمتشابه، يوجد في القرآن المحكم وهو ما اتضح معناه بنفسه يفهمه كل قارئ من يعرف لسان العرب، ومتشابه، والمتشابه إما شيء استأثر الله بعلمه أو شيء يحتاج إلى غيره في البيان، يحتاج إلى غيره ليبينه، كما قلنا من قبل في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فيقول القائل وما حقه؟ كم نخرج؟ فلو كان محكما ما سأل، فدل على أنه متشابه. ثم يأتي البيان من النبي صلى الله عليه وسلم في قدر المخرج فيصير حينئذ محكما، يصير مبينا واضحا. قال وليس فيه ما لا معنى له، أضيف كلمة ما في بعض النسخ المطبوعة سقطت ما، وليس فيه ما لا معنى له، وبعدها أيضا جملة ساقطة وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله. عيد العبارة، وليس فيه ما لا معنى له وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله. قال وليس فيه أي القرآن ما لا معنى له، كل ما في القرآن له معنى، علمه من علمه وجهله من جهل، فلا يوجد فيه كلام مهمل لا معنى له. قال وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله، ولو عبر المؤلف رحمه الله بكلمة يعلم بدل كلمة يفهم لكان صوابا. العبارة اللائقة أن يقول وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله، يعني مثل بعضهم بالحروف المقطعة عند من يقول إن الله استأثر بعلم معاني هذه الحروف في أوائل السور. قال ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد أي واجتهاد محض، يعني لا يأتي إلى الآية فيفسرها مباشرة بناء على اجتهاده من غير أن ينظر في النقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في تفسيره، فلا يصح أن يبادر بالاجتهاد من غير نظر في الأدلة النقلية، وإلا الاجتهاد يدخل كل العلوم الشرعية بما فيها التفسير. قال ولا بمقتضى اللغة،
ولا بمقتضى اللغة، يعني لا يفسر القرآن بمقتضى اللغة فقط، لابد من كلمة فقط يعني، وإلا اللغة لها مدخل في معرفة معاني الكتاب العزيز، بل هي شرط في المفسر أن يعرف لغة العرب، النحو والصرف والبلاغة إلى آخره. نعم. قال وتختص السنة بأحكام، وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه، وهو كلام يدخله الصدق والكذب، وغيره إنشاء وتنبيه، ومنه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء. أحسنت. بعد أن ذكر ما يخص الكتاب العزيز، المباحث التي ينفرد بها الكتاب العزيز، ذكر الآن المباحث التي تنفرد بها السنة المشرفة، فقال وتختص السنة بأحكام، وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، قولا أو فعلا أو إقرارا، القول وهو كثير، إنما الأعمال بالنيات، هذا قول، والفعل نعم مثل، لا يعني الفعل يعني سنة قلب طريق الفعل، ما أسمع. القيام إلى الصلاة طيب نعم، يعني فعله صلى الله عليه وسلم المناسك للصلاة نعم، وحديث فضل شيء واستواك نعم طيب أحسنت، والحديث الذي في البخاري عن عمرو بن أمية الضمري، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه وعلى العمامة، أو قال على عمامته وخفيه. الآن هل هناك قول أو فعل؟ هذا فعل، كونه مسح على العمامة وعلى الخفين نعم. قال وطبعا ويدخل في الفعل، يدخل فيه الإشارة وتدخل فيه الكتابة، يعني الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم خنس إبهامه في الثالثة، عقد إبهامه في الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم حين قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فيعرف الصحابي أن الشهر يكون 29 كما يكون 30، هذا إشارة. أو الكتابة، يكتب إلى عماله في الأمصار، مثل كتابه صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم وفيها أنصبة الزكاة، هذا من الفعل أيضا. قال أو إقرارا، مثل إقراره صلى الله عليه وسلم على العزل، وهو أن يجامع الرجل امرأته ثم ينزل خارج الفرج، أو إقراره صلى الله عليه وسلم الناس على أكل الخيل، هذا إقرار بالضبط نعم، إقراره على نعم أحسن. قال وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه، الخبر له صيغ تدل بمجردها عليه، ومن صيغه المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر، ومن صيغه الفعل والفاعل، ومن صيغه الشرط والجزاء، عدة صيغ للخبر. زيد قائم هذا خبر، قام زيد خبر، إن قام زيد فله درهم خبر، إذن المبتدأ والخبر، الفعل والفاعل، الشرط والجزاء، هذه من صيغ الأخبار. قال تدل بمجردها عليه، أي أن مجرد الصيغة وهي الجملة تدل على أن هذا إخبار، ولا نحتاج إلى قرينة الواقع، يعني لا نحتاج إلى نظر آخر،
غير الصيغة، فبمجرد النطق بها نعرف أنها خبر. قال: وهو كلام يدخله الصدق والكذب. لاحظون أنه عطف بحرف الواو، وسبق الكلام على هذا، فلا يرد قول القائل كيف يتصور الصدق والكذب في الجملة الواحدة، لأن الكذب نقيض الصدق. فنقول لا يلزم هذا، لأن الواو لا تفيد القران والمعية. قال: وهو كلام يدخله الصدق والكذب، يعني لغة، يعني لغة من حيث اللغة. فقول الثقة الضابط الحافظ لو قال حضر زيد من السفر، هذا خبر ولا إنشاء؟ خبر. يدخله صدق والكذب، كيف يدخله وهو ثقة؟ والثقة يجب قبول خبره، الثقة يجب أن تقبل خبره. فنقول من جهة اللغة يعني محتمل الصدق والكذب لذاته، أي من جهة اللفظ، من جهة اللغة، أي يصح في اللغة أن يقال لقائله صادق أو يقال كاذب في اللغة. لكن بغير اللغة بعض الأخبار لا تحتمل إلا الصدق، وبعض الأخبار لا تحتمل إلا الكذب. فأخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم هي صدق قطعا، وخبر أهل التواتر صدق قطعا، وقول مسيلمة الكذاب قوله إنه نبي هذا كذب قطعا، ومع ذلك يسمى خبرا ويصدق عليه الحد والتعريف، لأن الكلام من جهة اللغة لا من جهة الواقع ولا النظر إلى أمر خارجي ولا إلى القرائن. قال: وغيره إنشاء وتنبيه. غير الأخبار تكون إنشاء، يعني ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته يسمى إنشاء، ويسمى أيضا تنبيها، مصطلحان لفظان لمعنى واحد. ثم قال: ومنه. الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى أقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور؟ الإنشاء والخبر؟ الإنشاء. ومنه أي ومن الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام، هذه ثلاثة، والتمني والترجي خمسة، والنداء كم؟ ستة. نعم أحسنت. وبعضهم زاد ماذا؟ العرض والتحضيض والقسم، يعني هناك معاني أخرى لم يذكرها المصنف. نعم. لا القسم مذكور يا شيخ، لا القسم مذكور، لا هو الذي ذكرها سبعة صح؟ سبعة ومنها القسم. نعم. لكن العرض والتحضيض لم يذكرها، فصارت كم؟ تسعة، مع الخبر عشرة. هذه يسمونها المعاني العشرة للكلام، يعني في بعض كتب الأصول تجد يقول المعاني العشرة، فلا تظن أنها الاحتمالات العشرة التي ذكرها الرازي وغيره، وإنما يقصدون هذه التي ذكرناها، الخبر وتسعة من الإنشاء في الإنشاء، صار المجموع عشرة. الأمر والنهي والاستفهام والتمني، الأمر والنهي والاستفهام مرت معنا وهي واضحة، والتمني والترجي ما الفرق بينهما؟ من يعرف؟ من يعرف البقية؟ طيب تفضل. نعم. إذن التمني يكون في الشيء الذي هو محال وقوعه أو بعيد الوقوع، بعيد جدا، وأما الترجي فهو في الشيء القريب الحصول الذي يمكن حصوله. واضح؟ وقول الفقير ليت لي مالا كثيرا مثلا، أو قول امرئ القيس ألا ليت
لا قول نعم قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا تمني ولا ترجي؟ هذا تمني، لأنه يستحيل أن الشاب يرجع، الكبير السن يرجع شابا، لكن الترجي في الأمر الذي يمكن حصوله. طيب القسم واضح والنداء كذلك. العرض والتحضيض ما الفرق بينهما؟ العرض والتحضيض. أحسنت أحسنت ممتاز. إذن العرض هو طلب برفق ولين، وأما التحضيض ففيه شيء من الشدة. واضح؟ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. واضح؟ يعني فيه شدة. لكن لولا إذ سمعتموه. واضح؟ ولو قلت ألا تزورنا هذا يعني عرض. قال ومن السنة التواتر والآحاد وهو ما عدا التواتر. التواتر سبق، ثم قال الآحاد هو ما عدا التواتر، فلا يكون الخبر مرويا من جهة عدد كبير يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب، أو يكون ذلك يكون كذلك، لكن في بعض طبقات السند فإنه يكون حديثا أحاديا. فشرط التواتر هو أن يكون العدد الكثير في كل طبقة، أما لو اختل كان في بعض الطبقات يسمى أحاديا. قال ولو زادت نقلته على ثلاثة، يعني حتى لو زاد الخبر زاد رواته عن ثلاثة فإنه يبقى أحادا، يبقى أحاديا إلى أن يبلغ عددا يستحيل في العادة أن يتواطأ مثلهم على الكذب. قال ويشترط للراوي، قرأت هذا الشيء، ويشترط للراوي العقل والبلوغ والإسلام والعدل والعدالة، ولا يشترط ذكورته ولا روايته ولا فقهه، ولا يشترط عدم عداوته أو عدم قراءته، ولا يشترط سمع ولا بصر. والصحابة عدول، وهم من رأى النبي عليه السلام مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة. أحسنت. قال ويشترط للراوي، راوي الحديث، يشترط له العقل والبلوغ والإسلام والعدالة. والشرطان الأولان شرطان في التحمل والأداء، أعني العقل والبلوغ، شرطان في التحمل وفي الأداء. وأما الأخيران الإسلام والعدالة فشرطان في الأداء فقط لا في التحمل. واضح؟ قال ولا يشترط ذكوريته، أضيف الياء، يأتي معنا إن شاء الله. هذه مراسيل، تسمى مراسيل. أحسن. هو حدها العلماء بخمس سنين بعض، وبعضهم قال ليس له حد، أما المهم أنه يدرك الخطاب. واضح؟ يعني سن التحمل إما خمس كما يقول بعضهم، وإما أن لا يشترط سن، لكن المهم أنه يفقه الخطاب، يعي ما يسمع. قال ولا يشترط ذكوريته، فالإناث يروون، وأمهات المؤمنين يروون الأحاديث، ومن بعدهم من طبقة الصحابة يوجد رواة من الإناث من النساء. ولا رؤيته، أي لا يشترط أن يكون مبصرا، لا يشترط رؤيته أي إبصاره، ولا كذلك رؤية الراوي بأن يكون التلميذ يرى الشيخ، ليس شرطا، فإن الصحابة رووا، بعض الصحابة رووا عن أم المؤمنين عائشة من وراء حجاب. ولا فقهه، لا يشترط أن يكون فقيها، ولا يشترط أيضا، بل لا يشترط أن يفهم معنى ما رواه، فقد يكون الناقل للحديث
يعني ليس فقيها ولا يفهم معنى ما ينقله، لكنه حافظ له ضابط، حينئذ يقبل خبره. ولا عدم عداوة، ولا عدم عداوة يعني بين الشيخ والتلميذ، طبعا لا يشترط هذا، لا يشترط اندفاء العداوة، المهم أنهما ثقتان، ما دام أنه ثقة فسوف يروي على الصواب ولا يلتفت إلى أمور العداء والبغضاء. قال: أو عدم قرابة، ضعوا بدل الهمزة باء، ولا عدم قرابة. الرواية ليست كالشهادة، فالشهادة يشترط فيها هذا الشرط عدم القرابة. الأب هل يشهد لابنه والابن يشهد لأبيه؟ ما يقبل عند في الشهادة، لكن في الرواية يروي لأن ليس محل تهمة. قال: ولا سمع ولا بصر، لا يشترط أن يكون سميعا، بل الأصم، لأن الأصم يفهم بالإشارة. ولا بصر، وهذا سبق معنا. قال: والصحابة عدول، يعني جميعهم، هذا أمر معروف مجمع عليه، حكاه ابن عبد البر وغيره من العلماء أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلهم عدول. ثم قال: وهم، تعريف الصحابي من هو؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة. الصحابي من هو؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، أيضا الشرط أن يموت على الإسلام، أو اجتمع به وصحبه، فيكفي الرؤية ومن باب أولى الصحبة، أي المكث معه مدة. ولم يره لعلة، يعني مثل فقدان البصر، فابن أم مكتوم صحابي أو لا؟ صحابي، مع أنه كان أعمى. قال: وأعلى مقام الرواية، اقرأ. وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ثم قراءته على الشيخ في معظم الأخبار ليروي عنه، ولرواية الصحابة ألفاظ: سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني. ثم قال: أو ثم أمر أو نهى أو أمرنا أو نهانا. ثم: من السنة كذا، أو جرت أو مضت، أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون، إن أضيف إلى زمن النبوة حجة. نعم. قال: ولرواية، لا، قال قبلها: وأعلى مقام الرواية إلى آخره. هذا ترتيب طرق التحمل، ترتيب طرق التحمل. فقال: أعلاها قراءة الشيخ، أن يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع، سواء قرأ الشيخ من كتابه أو من حفظه سيان. ثم قراءته، أي التلميذ، على الشيخ في معرض الإخبار، في معرض الإخبار، بدل معظم تصير ماذا؟ معرض، وبدل الأخبار تصير الإخبار بكسر الهمزة، في معرض الإخبار ليروي عنه، أي لهذه الرتبة رتبة أخرى، وهو أن يقرأ التلميذ والشيخ يسمع بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون في معرض الإخبار، أي التحديث، أي أن يكون قصد الشيخ المروي عنه قصده التحديث، لأن الحديث قد يقرأه التلميذ والغرض منه غير التحديث، كالمدارسة أو أن يسمع لغته مثلا، أو أن يعني يستدل على مسألة من مسائل العلم أو غير ذلك من المقاصد، فحينئذ ما يصح التحديث عنه بأن يقول أخبرنا أو حدثنا، لأن الشيخ ما قصد بسماعه من تلميذه التحمل عنه. قال: يروي عنه، إن هذا المقصود، يكون في معرض التحديث بقصد أن يروي ويتحمل عنه التلميذ فيرويه لغيره، هذا لابد منه،
عند قراءة التلميذ وسماع الشيخ. قال: ولرواية الصحابة، هذا ترتيب صيغ الأداء، ترتيب صيغ الأداء، والصيغ إما تكون للصحابة وإما لغير الصحابة. فبدأ بالصحابة رضوان الله عليهم، فقال: ولرواية الصحابة ألفاظ سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني. أبو أمام الباهلي ماذا يقول في الصحيح؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. سمعت، الصحابة قد يأتون بكلمة سمعت. قال: ثم قال ثم أمر، أو هذه اضرب عليها بخط، خط مائل ليست من المتن. ثم قال ثم أمر، أو نهى، وأمرنا، أو نهينا وأمرنا، أمرنا أو نهانا، هكذا العبارة. أعيد؟ طيب. ثم قال ثم أمر أو نهى وأمرنا أو نهينا وأمرنا أو نهانا. يلي هذه الرتبة رتبة أخرى، وهو أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا كثير، كثير جدا في الأحاديث. ثم أمر أيضا، وهي كثيرة أيضا في الأحاديث. أو نهى، أو أمرنا، أو نهينا. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، حديث ابن عباس رضي الله عنه، أمر الناس يعني مثل أمرنا، حديث معطية، نهينا عن اتباع الجنائز، حديث معطية رضي الله عنها، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال: وكذلك أمر أو أمرني أو أمرنا، كلها بمعنى واحد. حديث زيد بن ثابت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم كتاب اليهود، أو كما قال رضي الله عنه، يعني لغة اليهود. قال: ثم من السنة، أو جرت، أو مضت، أو كنا نفعل، أو كانوا يفعلون. إن أضيف إلى زمن النبوة فحجة، بالفاء فحجة. إذن يلي هذه الرتبة رتبة ثالثة، وهي كلمة من السنة كذا وكذا. فعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم، أو كما ورد. وهو من السنة. وابن مسعود يقول رضي الله عنه يقول: مضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان. مضت السنة، فهي مثل جرت وكلمة من السنة. كنا نفعل أو كانوا يفعلوا، قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نعزل والقرآن ينزل. واضح؟ أو كانوا يفعلوا. إن أضيف إلى زمن النبوة، الضمير في أضيف يرجع إلى أقرب مذكور، وهو كنا نفعل وكانوا يفعلون، أي شرط الحجية فيه في كنا نفعل وكانوا يفعلون أن يضاف إلى زمن النبوة، زمن التشريع، زمن نزول القرآن، فيصير حينئذ حجة، لأنه يثبت له حكم الرفع ولو لم يرفع في اللفظ للضراوي. قول أسماء رضي الله عنها: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأكلناه، أو كما ورد. فله حكم الرفع، لأنه يبعد أن لا يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم.
حينئذ نقول علم به وأقرهم. قال: ولغير الصحابة ألفاظ. هذا ترتيب صيغ الأداء، هو تابع لترتيب صيغ الأداء لكن عند غير الصحابة. فقال نعم، ولغير الصحابة ألفاظ، فيقول: سمعت وحدثني وأخبرني وسمعته وقرأت وأنبأ وحدث ونبأ، ثم بعد ذلك الإجازة، وهي أقسام: إجازة معين لمعين أو لمعين بغير معين، وتجوز لموجود ومعدوم تبعا لموجود، ولا تجوز لمعدوم محض. والوجادة، نعم إلى هنا أحسن. قال: ولغير الصحابة ألفاظ، أي صيغ أداء، فيقول الراوي من التابعين ومن بعدهم: سمعت وحدثني وأخبرني وسمعته وقرأت وأنبأ وحدث ونبأ، وكلها بمعنى واحد أو متقارب. ومنهم من يفرق من العلماء بين حدثني وأخبرني وبين سمعت. وأما بصيغة الجمع والإفراد فالفرق بينهما أنه إذا حدثه مع جماعة قال حدثنا وأخبرنا، وإذا بمفرده قال حدثني وأخبرني، عند من يقول بالتفريق. قال: ثم بعد ذلك الإجازة، وهي أقسام، يعني أن يجيز الشيخ تلميذه بأن يروي عنه الحديث، هذه الإجازة. قال: وهي أقسام، ولو قال وهي قسمان لكان أحسن وأولى. القسم الأول: إجازة معين لمعين. معين الأولى ترجع إلى المروي، شيء المروي. لمعين أي للشخص، شخص معين، بأن يقول، أن يقول لتلميذه زيد مثلا: أجزتك برواية صحيح البخاري عني، هذا معين لمعين. أو القسم الثاني: أو لمعين بغير معين، أن يقول لزيد: ماذا أجزتك أن تروي عني ما صح من مسموعاتي، أو أن تروي عني مروياتي، ما حدد كتابا معين. قال: وتجوز لموجود ولمعدوم تبعا لموجود. ولمعدوم أضيفه حرف الميم. وتجوز لموجود ولمعدوم تبعا لموجود، ولا تجوز لمعدوم محض. يعني شرط الإجازة هو الإجازة لموجود، هذا واضح، أجزتك يا زيد برواية ما صح عني، ما صح لي من مسموعات. والمعدوم شرطه أن يكون تبعا للموجود، يقول أجزتك أن تروي عني ولمن سيولد لك، وهم غير موجودين ما ولدوا بعد، لكن يجوز لأنهم تبع لهم. قال: ولا تجوز لمعدوم محض، فلا يصح أن يقول أجزت لمن سيولد من المسلمين، هذا تبع لمن ما حدد أحدا حتى يكون تبعا له، واضح؟ فحينئذ لا يصح، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: والوجادة ما وجده بخطه لا يروي بها بل يقول وجدت، هكذا المتن والله أعلم. والوجادة ما وجد أو ما وجده بخطه، والوجادة ما وجده بخطه لا يروي بها بل يقول وجدت. الوجادة هو أن يعثر التلميذ على كتاب لشيخه، فهل يصح أن يروي بها؟ بمعنى يقول حدثني شيخي أخبرني، لا ما يصح، ووجده فقط ما تحمل منه، فحينئذ لا يصح. قال: بل يقول وجدت، وجدت كتابا لشيخك، أما أن يقول حدثنا أخبرنا ما يصح. ثم قال: وإنكار الشيخ، اقرأ. وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع، والزيادة من الثقة مقبولة،
لفظية أو معنوية، وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والإسناد ونحوهما، ويجوز رواية الحديث بالمعنى، ويقبل مرسل الصحابي. أحسن. قال: وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع. الإنكار هو أن يأتي الشيخ فيروي لتلميذه وهما ثقتان حديثا، لنقول مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، ثم يأتيه بعد سنة مثلا فيقول: تذكر الحديث الذي رويته لي قبل عام، حديث إنما الأعمال بالنيات؟ فيقول: لا أعرفه. أو يقول: ما رويته لك. إذن الشيخ هنا ماذا؟ ينكر وهو ثقة، والتلميذ يثبت وهو ثقة، فهل يرد الحديث ويصير انقطاعا في السند؟ فنقول: إذا كان إنكار تكذيب وجحود فإنه يرد الحديث، يعني الشيخ متأكد، يقول: أنا أعرف مسموعاتي وأعرف من رويت له وأنت لست منه، أو يقول: هذا الحديث ليس منه، هذا إنكار جحود وتكذيب فلا يقبل معه الحديث، يصير ضعيفا منقطعا. وأما إن كان إنكار شك وتردد فإنه يقبل على الصحيح، يعني ما يكذبه، بل يقول: لا أذكر، لا أعرف، نسيت، لا أدري. الآن هل يكذبه؟ هل يجزم بغلط تلميذه؟ وما يجزم، إنما يتوقف، يقول: أنا أشك، لا أتذكر. فالصحيح أنه يقبل. ومن أمثلته ما روي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضى باليمين مع الشاهد، ثم إن ربيعة عرضه فيما بعد على سهيل، فماذا قال سهيل؟ لا أذكره، قال: لا أحفظه، لا أعرفه. فصار يعني، وهذا من لطائف الأسانيد، صار بعد ذلك سهيل يقول ماذا؟ حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وقول سهيل حدثني ربيعة وهو تلميذ عني دليل على أنهم يجوزون رواية الحديث مع إنكار راويه. قال: والزيادة من الثقة مقبولة لفظية أو معنوية، إذا روى جماعة حديثا وجاء آخر ثقة أيضا مثلهم وروى الحديث بزيادة في لفظه. طبعا الذي هم علماء الأصول هي زيادة في اللفظ، أما الزيادة في الإسناد هذا عند أهل الحديث. فإذا زاد في لفظ الحديث زيادة فهل تقبل؟ الصواب أنها تقبل، سواء كانت كما قال المؤلف لفظية أو معنوية، وهذا يعني اصطلاح، وإلا كلا الزيادتين هي في اللفظ، هي كلاهما في اللفظ، لكن أراد باللفظية ما لا يؤثر في الحكم، ما لا يؤثر في المعنى، مثل: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، زاد بعضهم ربنا ولك الحمد، أين الزيادة؟ الواو، فهل تؤثر في المعنى؟ تؤثر في الحكم الشرعي؟ ما تؤثر، فيسمونها زيادة لفظية، يعني في مجرد اللفظ. وأما الزيادة المعنوية فهي زيادة في اللفظ لكنها مؤثرة في المعنى في الحكم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والكبير والصغير والذكر والأنثى، وزاد بعضهم من المسلمين، من المسلمين، هذه زيادة مهمة، لأن الرجل قد يكون بعض أرقائه ليسوا مسلمين، فما يجب الإخراج عن عبده الكافر، واضح؟
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وزاد بعضهم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. أين الزيادة؟ وتربتها هل تؤثر في المعنى؟ نعم، الأول فيه تعميم، الأرض جعلت طهورا، يتيمم بأي شيء في الأرض ولو كان صخرا لو كان حجرا، والثاني يقيد بالتربة هي التي يتيمم بها، فالزيادة هنا تؤثر في المعنى. قال وحذف بعض الخبر جائز، حذف بعض الخبر جائز، وهذا كثير، كان ولا زال إلى اليوم، إنما الأعمال بالنيات، ويسكت، يجوز يجوز، ويحذف ما بعده، وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى آخره، يحذفه من الحديث، هذا لا بأس به. قال إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما، أين الذي أصلحتموه؟ الإسناد يصير والاستثناء، والاستثناء إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما. لماذا هذه الأمور لا يجوز حذفها؟ أحسنتم، لأنها تخل بالمعنى، تخل بالمعنى، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلو اقتصر أمرت أن أقاتل الناس أليس يفسد المعنى؟ يفسد المعنى المقصود، فلا يجوز حينئذ هذا الحذف. أو مثلا الاستثناء، لا نكاح إلا بولي، فيأتي ويقول لا نكاح ويسكت عن الاستثناء، يجوز هذا؟ لا، ما يصح هذا، لأنه يفسد المعنى، أنه ينفي حل النكاح يصير المعنى. ونحوهما مما يخل بنظم الكلام فحينئذ لا يجوز، مثل إنما الولاء لمن أعتق، لو سكت عن المحصور، يعني لو قال إنما الولاء وسكت، صح هذا؟ ما يصح، لأنه ما ينتظم الكلام. قال ويجوز رواية الحديث بالمعنى، هذا واضح، رواية الحديث قد تكون باللفظ وقد تكون بالمعنى، لكن ينبغي له حينئذ أن يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما ورد أو بنحوه، فنحو هذه العبارة. قال ويقبل مرسل الصحابي، الصحابة ليسوا في سن واحدة، بل بعضهم الكبير وبعضهم الصغير، بعضهم يروي مباشرة يسمع أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يروي بواسطة، فمرسل الصحابي واضح هو أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راوي، والغالب أنه وإن لم نعرفه هو محذوف السند، لكن الغالب أنه سوف يكون صحابيا، لأنه يبعد أن الصحابي يروي عن التابعي، وإن وقع هذا لكنه وقع نادرا جدا، فحينئذ نحمل الشيء على الكثير الغالب لا على القليل النادر، فإذا روى الصحابي حديثا لا يمكن لمثله أن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو يراه، فإنه يسمى مرسل صحابي، مرسل صحابي، وهو حجة، يكون حجة. فقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وقالت الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. عائشة تروي، طيب متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء؟ قبل أن تولد هي أصلا، واضح؟ فيسمى مرسل صحابي، وحينئذ نقول إما أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، أي بعد أن كبر وصار في سن التحمل، أو نقول رواه عن صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول فلا يضر إسقاطهم من السند. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.